الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن هذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وسواه وعدله وجعله في خلق تام، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأي شيء يغره وقد جعله الله عز وجل في أحسن صورة، ولو شاء الله عز وجل لجعله في صورة أخرى، فجعله في صورة بهيمة عجماء أو صخرة صماء، ولكن الله عز وجل خلقه فسواه فعدله. وبيان هذا المعنى كثير في القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى خلقه للإنسان ليعلم الإنسان أن خالقه ومالكه ومدبره هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. فهذا المخلوق الذي يعظم نفسه ويغتر بما هو عليه مع ربه، الخالق له هو الله، والمالك له هو الله، والحاكم فيه هو الله، والمدبر له هو الله. فينبغي للإنسان أن يرتدع عن غيه، وأن يعود إلى رشده، وأن يعلم أن الله الذي خلقه قال له: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأما النداء الثاني فهو نداء عظيم، يبين فيه الله سبحانه وتعالى حال الإنسان في هذه الدنيا، إذ قال: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك عامل لله عز وجل عملا فملاقيه. فأنت ملاقٍ الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان، وأنت ملاقٍ عملك الذي عملت، وعند ذلك يفترق الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فيعرض الله عليه سيئاته ويقرره على ذنوبه، ثم يسترها الله عليه في الآخرة كما سترها عليه في الدنيا، وحينئذ يرجع إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي ويلا، ويصلى سعيرا، أي نارا تترضى. وقد أخبر الله عن حاله فقال: إنه كان في أهله مسرورا، مغترا بحاله وماله وولده، تاركا العمل لله سبحانه وتعالى، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع لله سبحانه وتعالى، بلى إن ربه كان به بصيرا، أي عالما بحاله، وعند ذلك يمتاز الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأما الذين كفروا فإن عذابهم النار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: فيا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان
بصيرا. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، وملئ القرآن به تذكيرا، فقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل من عليها فان، وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. فكنت مسلما إذ عمل بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة، إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. وقال تعالى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمجيدا لربه أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الداعي إلى الإكثار من ذكر هذه من اللذات، وهو الإعلام بحقيقته وأنه يقطع اللذات. وفي ذلك أمران عظيمان، أحدهما أن العبد إذا عرف أن هذه اللذات مقطوعة حمله على الزهد فيها، فلم يسارع إليها ولم يصارع عليها، وإنما أخذ منها بقدر قوام حياته في المعاش، فتكون هذه اللذات بمنزلة الزاد الموصل إلى دار المعاد. والآخر أن العبد إذا علم أن هذه اللذات مقطوعة بالموت عمل لما بعد الموت، فالإرشاد إلى ذكر الموت هو إرشاد إلى إصلاح أنفسنا، فلا يراد بذكر الموت أن ينظر الإنسان بعين سوداء حمقاء إلى الدنيا، بل تكون هذه التذكرة إرشادا له بإصلاح المعاش والمعاد. فتذكروا الموت في أنفسكم، واستحضروا عندما تمرون أمام أبصاركم صورا لأناس كانوا قبل 50 أو 60 أو 100 سنة، أن هؤلاء ماتوا وأننا أيضا ميتون. فإذا كتب علينا الموت فإنه ينبغي أن يعمل أحدنا لما بعد الموت، فالدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. قال علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن التذكير بالموت تذكير بالآخرة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر في هذه الأحوال كي يستعد الإنسان ليوم عظيم، كما أخبر الله عز وجل عن عباده أنهم يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقال سبحانه وتعالى محذرا من حال اللاهين إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.